أفضل طريقة في دعوة غير المسلمين ما هي؟ لا لا أبم حركنا قاعد دعوة تجمعون نقاب سيف الإسلام كل وعي. هي الطريقة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية أن يوحد الله. كلو رب النبي صلى الله عليه وسلم بيدوجي قد بان تانتا مؤاس تقن يمن تنبون لان دا قد رأي مؤاس دعوه منو تقن كاتفو جساء سيبنا كمين تيم الجهد سين من تاي الله هاي محمد كجير سواء شكاري رب الله. لم يقل له ناظرهم ناقشهم تكلم على النصرانية وتكلم على اليهودية وتكلم على البوذية. God men bongrien muas ampi awai da katong je tata jahud je rika nasrani je lai. Nah, qala allimhum at-tauhid. God kaban prab muas tha bongrien puke ampi tauhid. Idan hadi ahsan tariqa. Ni ke je khlaw da la mamphot. Wa hiya at-tariqa allati amara biha Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih. Hai wiki ji plau da Allah Subhanahu wa taala pra ampi kitab robokot